المفروض ان هو بيناقش فكره الزعيم ومفهوم الزعامه وتصور الناس عن الزعيم. نلاحظ ان فتره ما بعد الثوره في تخبط عالي جدا في تقييم الناس او اختيارات الناس للزعيم او الرئيس ازاي. بتلاقي مثلا الراجل في الشغل او اي حد في الشغل يقول لك اكتر حاجه بتضايقني في الشغل ان المدير ما بيسمعناش، ما بيديناش حقوقنا، بيتعامل بتعسف. لما تيجي تساله طب ايه اللي ينفع البلد؟ فيقول لك احنا عايزين واحد ينزل يلمهم كلهم من الشارع، عايزين واحد قوي، عايزين واحد مش عارف يعمل ايه، فيقول نفس الحاجات اللي بتضايقه. فده بحس ان ده راجع لان الناس عندها تصور ذهني عن السعاده مش عايزه تغيره خالص. فحبيت اعمل معرض يناقش تاني مفهوم الزعيم ويطرح سؤال مين هو الزعيم؟ ومين هو يعني شكل الزعيم ده المفروض يبقى ايه؟ مفيش مانع ان ممكن يبقى زعيم حنين، ممكن يبقى شاب، ممكن يبقى غير ما احنا متصورين تماما في دماغنا، ويجوز ان هو فعلا اللي بينفع البلد. اي واحد من دول بعد كده يبقى تمثال، يبقى لوحة. بس احنا عملنا دول تمثال ولوحة، دول زعماء فاتوا، اللي جايين برضه ممكن نعمل لهم تمثال. اي حد ممكن يبقى زعيم. شاركت في مسابقات وانا طفل صغير، شاركت هنا في عرض في ارت اليوم، عرض 100 مللي، حاجات صغيره جدا. وحققت نجاح الحمد لله في الحاجات اللي شاركت فيها، بس ما وصلتش في ده لان كنت مهتم شويه بالكتابه وفي حاجات ثانيه في الكتابه، يعني ركزت معاها وبعد كده رجعت ثاني. انت كصحفي انت طول الوقت مع الناس، انت ما ينفعش تقعد في مكتب وتقفل عليك وتشتغل، انت طول الوقت في الشارع، انت طول الوقت بتسمع الناس من كل حته، فتقدر حتى احيانا لما هم بيسيئوا التعبير شويه عن نفسهم تقول له لا انت محتاج كذا، لان انا سامعك كويس وعارف عايز ايه. كتير جدا كنت بسمع ناس بحس ان هم عايزينه فعلا عايزين انسان حنين خالص وبسيط، مع ذلك لان النموذج اللي في دماغه عن الزعيم فيقول لك لا احنا عايزين واحد قوي وبتاع، بس هو فعلا عايز واحد حنين يحس بيه، يحس بحاله، يحس بالبهدله اللي هو بيتبهدلها. الصحف والصحافه هي اللي قربتني قوي من ان احس الناس عايزه ايه وتفكر ازاي، واطلع كل افكاري منهم، ما اقعدش في برج عالي كده افكر مع نفسي واطلع اللي انا عايزه مع نفسي واقعد. اشترك معاه في المعرض يعني، واختار شخصيه يتحط عليها صورتي. الزعيم يعني الزعيم هو الشعب من الناس، فانا اخترت ساعه زعيم عشان ساعه زعيم عمل ثوره ضد الاحتلال، وانا ضد اي احتلال فكري اي احتلال.